رب ضارة نافعة. ربما تكون تلك الجملة الأنسب عند الحديث عن قصص النجاح المبهرة التي بدأت ربما بصدفة من القدر أو مشوار من الفشل والمعاناة. قصة نجاح موقع أتربي أنبي ومؤسسيه تعتبر واحدة من أشهر تلك القصص وأهمها على الإطلاق، حيث حولت أصحابها من مشردين بلا مأوى إلى أصحاب واحدة من أكبر شركات العالم وأنجحها في القرن 21. بدأت القصة في أواخر عام 2007 عندما كان براين تشيسكي وجورجي بيا يقيمان في إحدى شقق سان فرانسيسكو بعدما انتقلا للتو من نيويورك. آنذاك كان الشابان بلا عمل، لذا تراكمت عليهما الديون ولم يتمكنا من دفع الإيجار، وكانا على وشك الطرد من منزلهم. لذا فكروا في توفير مصدر دخل في أسرع وقت ممكن، وفي ظل بحثهم عن سكن بديل لسكنهم الذي كانا على وشك الطرد منه، لاحظوا أن جميع الفنادق في المدينة محجوزة بالكامل، وذلك بسبب مؤتمر صناعي كان يقام في تلك الفترة هناك. هنا كانت البذرة الأولى لفكرتهما العبقرية، حيث قاما بانتهاز الظروف وجهزوا سكنهم ببعض المراتب وفرشوا بها أرضية المنزل، ثم قاموا بعرضها للإيجار على موقع أنشأه باسم Air Bed and Breakfast، وهو الأمر الذي وفر للزوار فرصة إيجاد مكان للنوم ووجبة إفطار مقابل $80 لليلة واحدة. لاقت الفكرة نجاحاً مقبولاً، وكان أول زوارهم هم رجل هندي بعمر 30 عام وسيدة من بوسطن بعمر 35 عام وأب لأربع أطفال من ولاية يوتا بعمر 45 عام. وبعد فترة من رواج الفكرة انضم إلى الشابين شريكهم الثالث ناثان بليشاركزيك، والذي كان قد حصل على شهادة جامعية من جامعة هارفارد في الهندسة الفنية، ولكن سرعان ما قابل المؤسسون مشكلة كبرى، وهي أن المؤتمر قد انتهى، لذا لم يعد أحد يستخدم الموقع على الإطلاق سوى المؤسسين أنفسهم. في أغسطس لعام 2008 وقبل وقت قصير من المؤتمر الوطني الديمقراطي في دنفر، تم إعادة إطلاق الموقع بشكل جديد وخدمة موسعة، حيث هدف إلى خدمة أكثر من 20,000 شخص كانوا في طريقهم لحضور المؤتمر، وبالفعل نجحوا في جذب 600 شخص من هؤلاء لاستخدام موقعهم. إلا أن مشكلة أخرى قد واجهتهم، وهي أن الموقع لم يعد به مستخدمين بعد انتهاء المؤتمر، كما أنه محتاج لمصدر تمويل لتكبير نشاطهم. هنا استغل المؤسسون الظروف الجارية كعادتهم، حيث كانت تقام انتخابات الرئاسة الأمريكية، لذا تجلت الفكرة في تعبئة نوع من الحبوب الغذائية في عبوات مطبوع عليها صور كاريكاتيرية للمرشح باراك أوباما، وبتلك الفكرة نجحوا بالفعل في جمع مبلغ قدره $30,000 ساعدهم كثيرا في تأسيس موقعهم. نجح المؤسسون بعد ذلك بحصد أول تمويل لهم بقيمة $20,000 من شركة التمويل Y Combinator، إلا أن أرباحهم لن تتجاوز $200 فقط، فقرروا استخدام كل ما لديهم من أموال للانتقال إلى نيويورك حيث السوق العقاري المنتعش. وهناك بدأوا يزورون كافة الوحدات المتاحة للإيجار، ثم يصورونها ويرفعون صورها على موقعهم بغرض تأجيرها. في يناير 2009 بدأ بول غراهام من شركة واي كومبينيتور بإقناع رجل الأعمال الثري فريد ويلسون بالاستثمار في آيت بي إن بي، إلا أن فريد رفض الأمر كلياً ليفوته بذلك فرصة الاستثمار في واحدة من أنجح الشركات الناشئة، إلا أن آير بي إن بي لم يخسر كثيراً بذلك الرفض. فبعد انتقال مؤسسيها إلى نيويورك بدأوا يجنون ثمار جهدهم، حيث بدأ مستخدمو الموقع يتزايدون، وبدأ الموقع بطرح العديد من أنظمة التأجير الأخرى بخلاف تأجير وحدات بالمشاركة. وفي مارس من نفس العام وصل عدد مستخدمي الموقع المسجلين به إلى 10,000 مستخدم. وبمرور الوقت بدأ الموقع يكتسب المزيد من الشهرة ويحقق المزيد من النجاح، إلى أن أصبح يستخدمه أكثر من 2,000,000 شخص من أكثر من 190 دولة و 34,000 مدينة، لتتحول بذلك الشركة الناشئة إلى شركة عملاقة في سوق رأس المال والأعمال برأس مال قدر ب 25.5 مليار دولار، في حين أن رأس المال المستثمر فيها لم يتجاوز 1.5 مليار دولار. تلك كانت قصة نجاح مبهرة خلقت في أحلك ظروف اليأس والإحباط والفشل، لذا لا تدع إحباطك يتغلب عليك، وتذكر أن المستحيل ليس ممكنا لمن يمتلك إرادة وإيمان بأن الأفضل قادم لا محالة.